اليوم خليفة مش ما خايفش من الكارير سولو بوحده لأن كي نجحت كامل التراك اللي زالبهم كاملين نزحوا كانوا ناجحين. خليفة اليوم غيخرج كارير سولو واش ما عندوش تخوف؟ اش غنقول لك شي الفنان اللي ما عندوش لو تراك هذاك فنان فاشل بعدا من الديباغ. ان الا ما كنتيش كتحس بالخوف يعني ما تتحسش بالمسؤوليه، الا ما كتحسش بالمسؤوليه يعني ما كتخدمش. وحده كتجر وحده حتى هي كي السلسله دايره وحده شاده في وحده. دونك ما نكذبش عليك عندي مسؤوليه تنحس بها. خدمت على الالبوم ديالي واحد العام عام ونص تقريبا دابا. دونك البومي الحمد لله ما ماشي شي البوم اللي غنقول لك عند فيه ستيل واحد. تنبقى دائما محافظ على ثقافتي اللي تعلمتها في مدرسه الفناير دائما. دونك تكون موسيقتي فيها واحد الفاريتي ديال موسيقى جون. غادي تسمع عندي الراب والتراب والدريل وغادي تسمع الشعبي وغادي تسمع كل شيء. هذا الشيء غادي تسمعه عندي في الالبوم. غادي تسمع عندي الكلام اللي حافظت عليه لانني الناس كيحترموا فينا هذاك ديك الكلمه النقيه داك الموضوع الهاديف داك الشيء حافظت على هذا الشيء وحاولت نحافظ عليه الماكسيموم لان عرفتي لي برينسيپ راه ما بقاوش بزاف بلا ما نكذبوش على راسنا. راك كل شيء كيشوف لي تيكست كيولاو دابا ولا كيفاش ولاو الناس كتغني دونك كيقلبك على شي كلمه ولا شي لقطه في الكليب اللي غادي تنزل اللي تاتيري ليك وتدير بها البوز فواحد عند واحد الطبقه ديال الباش تاع المجتمع من الناس الكبار والناس اللي حنا تنبازيو عليهم اللي هما الاصل. تنقولوا دائما هذوك هما اللي خاصك تحترمهم لانه الا كتبتي شي كلمه وتحترمت عند هذوك الناس عرف اللي جاي من بعد. حيت اليوم انت طايش وغدا غدير ولاد وغادي تولي معقول بز منك كاينه دونك غادي تولي تحترم الوقت فهمتي. دونك من دابا وجد لي هذا حنا انا خدمت على هذا الشيء درت تيكست محترم. حاولت نخدم في موسيقتي مع دي جون لانهم لي جون واخا هكاك تتكون عندهم لانفلونس منك تيتانفلونس او ديبار منك ولكن راه يقدر يديباسيك بيان سور. دونك هادوك انا حاولت انهم نخليهم حدايا وخدمت معاهم. ان شاء الله نتمنى الالبوم يعجبكم ان شاء الله. انا غادي نسولك على حاجه واحده اخرى. قلتي قبيله ملي كنكونوا في الجروب غالبا واحد الحاجه كتهضم في الجروب ما كتبانش في داك لارتيست ولا ما كتعطلهاش المساحه ديالها. دابا اليوم انت شنو هي الحاجه؟ لا ماكاينش الهضم. ماكاينش الهضم ماشي بالهضم بالمعنى الخايب لا، هو ان شنو هي الحاجه اللي اليوم خليفه بغى يبينها في السولو؟ حيت كي كتعرفي دائما في الجروب كاينه واحد الشيما كيغني واحد كيطلع رفران تيغني الثاني تيطلع رفران تيغنيو رفران كاملين. السلام عليكم اغنيه.